الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا طريقة تبديل بولبرنات فان السبلت أو المكيف. قبل البدء بالفتح، طريقة مهمة كلش، وهي تنظيف الشفت. هذا الشفت يتنظف، لازم هذا الشفت يتنظف بحيث ما يبقى أي زنجار بيه. الشغلة الثانية تأشر البداية، يعني خلينا نقول مثلا الكويلات، كويل الكويل من هنايا، أو نخلي السهم هنايا واتجاه الشفت، يعني لانه قسم من البانات يكون شفت قصير وشفت طويل، فراح تدوخ بانه بالشد مالتك، فاحسن شيء تخلي اشاره او علامه بانه جهه الوايرات وجهه الشفت، اما تخلي علامه هنا او تخلي تيب هنا حتى تعرف بانه هاي الجهه تابعه لهاي الجهه. ملاحظه كلش مهمه، عند الفتح منها من الكورات راح نضرب من هنايا ونضرب منها نفتحين. لا تفتح رأسا بصورة سريعة وتطلع الارميتشر. اكو قسم من الملفات يكون ضيقة باتجاه معين وواسعة باتجاه معين، فاتحقق بانه هذا المكان مو ضيق حتى تقدر تفتح بسهولة، لانه تضرب الملفات. فهسه راح نفتحين ونشوف. هنا طريقة الفتح، انا هنا دا اصور واحد يعذروني ما اقدر اطلعها. باي ذراع طويل تضرب عليه بعد ما تنظف الشفت، تضرب عليه بالمطرقه راح ينخلع للخلف كل يتبع عشان يطلع بسهوله ما يضوجك. هنا طريقه التنظيف ضروريه جدا حتى البولبرن اللي قاعده ما ينضرب عندنا، يكون بسهوله. تعرف اغلب المحلات ما عندها بريس، فهاي الطريقه الصحيحه لطلعه البولبرن. هنا راح نصور طريقه اخراجه. هاي خلينا هنا شويه نضرب هنا، لاحظوا شلون طلع البولبرن. هنا عذروني دا اصور وحدي، لاحظتوا كله طلع البولبرن من مكانه. سندق عليك يا ابني، ما طوله نظيف، لا تخاف عليه يطلع بسهوله، ما طول نظيف. خلاص طلعناه من صفحتين. هسه شو نسوي؟ نجي نضربه سبراي مال زنجار حتى يتنظف زين، حتى البولبرن عندنا ما يندقم ابدا، عندنا ما ينضرب. لاحظ هذا السبراي مال زنجار، شكل زنجار، هو زنجار، هو الدهن يصير البولبرن. نجيب القياس مالته المطلوب، نجيب قياس المطلوب وندخل البولبرن. هسه نشوفكم طريقه تدخيل البولبرن. لاحظوا الطريقه، دائما استخدم دهن او مرطب زنجار. هسه هاي البولبرن، لاحظوا الدخول ماله، ما دا استخدم دق ابدا، لاحظوا الى ان يوصل للنهايه. من يوصل للنهايه تقدر بعده طرق تسوي له. هسه نشوفكم نستخدم بوري طويل، يعني بوري مال المي هذا، خليه هنا هالشكل. لاحظ الضغط، طبعا الضغط تلاحظون انا اخلي صبعي هالشكل حتى الضغط يصير على السن الداخلي، ما عليه اي شيء. طبعا شغله مجربه 100%، دقات خفيفه حتى ما دقيت، دقات كلش خفيفه. لاحظوا ما عليه، اذا حد يقول لك ينضرب البولبرن شيء، بالعكس حتى احسن من شغله البريس. زين عيني، هاي الشغله مجربه 100%. هسه راح نجي على الثاني نفس الطريقه، بولبرن مالته 6201. الشغله سهله ابد مو صعبه. نجي شو نسوي؟ نسوي هالشكل. اذا شفت اكو ممانعه، لاحظ هسه هاي هنا اكو ممانعه، شو تسوي؟ توخر البولبرن وتجيب كاغت جام. دائما تنظيف، دائما تنظيف. لاحظ هسه لازم ننظفها بعد، اكو هنا وسخ زايد، كمل تنظيفه. لاحظوا هاي الطريقه، ويا انظف بحيث شلون يدخل بسهوله.
خروج ودخول بسهولة، يوصل للمرحلة الأخيرة مثل ما علمتكم. نجيب بوري زين وضربات خفيفة ونضغط ضغط على البولبرن، ضربات خفيفة كلش هو يدخل بسهولة حتى بدون ضغط. هسه كمل تبديله وبنجاح، فحبينا نشوفكم طريقة استبدال البولبرن بكل سهولة، وشكرا لكم.